السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف السابع الأساسي ومع سلسلة الدروس التعليمية في مادة الرياضيات محدثكم المعلم وليد محمد رشيد نستكمل دروسنا في هذه الوحدة الوحدة السادسة وحدة الجبر والدرس الثاني العمليات على الحدود والمقادير الجبرية. أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك عزيزي الطالب بعد مشاهدتك للفيديو أن تكون قادرا على أن تجمع حدود ومقادير جبرية أن تطرح حدود ومقادير جبرية أن تضرب حدود جبرية قبل البدء في درسنا لهذا اليوم لا بد أن نتذكر عزيزي الطالب بعض المهارات التي تعلمناها في السابق، وتلزمنا في درس اليوم. السؤال الأول: جدّ ناتج ما يلي عبارة عن جمع أعداد صحيحة. أولاً: سالب سبعة زائد سالب اتنين. طبعاً عددين صحيحين متشابهين في الإشارة، نجمعهما ونأخذ إشارتهما ويكون الناتج سالب تسعة. السؤال الثاني: سالب تسعة زائد أربعة. سالب تسعة زائد أربعة عددين مختلفين في الإشارة نطرحهما ونأخذ إشارة العدد الأكثر فيصبح الناتج سالب خمسة السؤال الثالث خمسة زائد سالب ثلاثة أيضا عددين صحيحين مختلفين في الإشارة نطرحهما ونأخذ إشارة العدد الأكثر العدد الأكثر هنا عدد موجب إذا يصبح الناتج موجب اثنين السؤال الرابع سالب 6 زائد 6. طبعاً عدد ومعكوسه، عدد ومعكوسه يكون الناتج مساوياً صفر. السؤال الثاني في عملية الضرب. جد حاصل ضرب ما يلي. أيضاً سنطبق قاعدة الإشارات في عملية الضرب. السؤال الأول: سالب 8 ضرب سالب 2 حاصل ضرب عدد سالب في عدد سالب يكون الناتج عدد موجب. ويساوي موجب 16. السؤال الثاني: سالب 6 ضرب 3 عدد سالب في عدد موجب يكون الناتج سالب 18. السؤال الثالث: 5 ضرب سالب 3 عدد موجب مضروب في عدد سالب يكون الناتج عدد سالب ويساوي سالب 15. أيضاً تكلمنا في الدرس السابق عن الحدود الجبرية المتشابهة. ما هي الحدود الجبرية المتشابهة؟ هي الحدود التي لها نفس المتغير ونفس الأس وإن اختلفت المعاملات. وإن اختلفت المعاملات. شوف مع بعض هذا المثال 4 ص أس 5 و 3 ص أس 5 حدين جبريين طيب متشابهين ولا غير متشابهين؟ طبعا حدين جبريين متشابهين لماذا؟ لأن لهما نفس المتغير صاد ولهما نفس الأس خمسة وإن اختلفت المعاملات كانت أربعة أو ثلاثة إذا حدين جبريين متشابهين مثال آخر ثلاثة صاد تربيع سين وتسعة صاد تربيع سين أيضا حدين جبريين متشابهين لماذا؟ لأن لهما نفس المتغير صاد وسين لهما نفس المتغيرات صاد وسين ولهما نفس الاسس. نبدأ بالهدف الأول جمع الحدود والمقادير الجبرية. كيف نجمع حدود ومقادير جبرية؟ عند جمع الحدود والمقادير الجبرية نجمع الحدود الجبرية المتشابهة. الحدود الجبرية المتشابهة. طيب الآن عندما نجمع هذه الحدود الجبرية المتشابهة ماذا نجمع بها؟ نجمع المعاملات فقط وتبقى المتغيرات كما هي شوف مع بعض هذا المثال جد ناتج ما يلي السؤال الأول ثلاثة س زائد خمسة سين حدين جبريين هل هما متشابهان؟ نعم متشابهان ثلاثة س زائد خمسة سين. نجمع المعاملات فقط وتبقى المتغيرات كما هي يعني عندنا ثلاثة والعدد خمسة هذه المعاملات. نجمعهم مع بعض 3 زائد 5 يكون الناتج 8، وتبقى س كما هي، فيصبح الناتج 8 س. السؤال الثاني: سالب 5 ص تكعيب، زائد 9 ص تكعيب. حدين جبريين متشابهين، يمكن جمعهما. سالب 5 زائد 9، نجمع المعاملات أولاً. سالب 5 زائد 9، طبعاً عددين مختلفين في الإشارة، نطرحهما ونأخذ إشارة العدد الأكثر. فيصبح الناتج أربعة ويبقى المتغير كما هو بالأس الموجود أعلاه فتصبح الناتج أربعة صاد أس ثلاثة أربعة صاد أس ثلاثة السؤال الثالث خمسة عين زائد سالب سبعة عين زائد ثلاثة طبعا عندنا ثلاث حدود الحد الأول خمسة عين والحد الثاني سالب سبعة عين نجمعهما لأنهما حدود جبرية متشابهة أما الحد الثالث ثلاثة لا يمكن جمعه مع الحدين الأولين فيصبح الناتج خمسة زائد سالب سبعة يساوي سالب اثنين عين ويبقى الحد الثالث كما هو زائد ثلاثة فيصبح الناتج سالب اثنين عين زائد ثلاثة المثال الثاني جد ناتج جمع ما يلي في هذا المثال عندنا مقدارين جبريين المقدار الأول 5,000 زائد 2 ب، والمقدار الثاني سالب 3,000 ناقص 2 ب، شوف كيف بدنا نحل السؤال هذا؟ هي المقدار الأول، واللي هو 5,000 زائد 2 ب، والمقدار الثاني سالب 3,000 ناقص 2 ب، الآن نضع بينهما عملية الجمع، في عملية جمع مقدار جب مقدارين جبريين، نقوم أولاً بترتيب الحدود الجبرية المتشابهة ثم نقوم بعملية الجمع يلا نرتب الآن هذه الحدود الحد الأول عندنا خمسة ألف بدنا نضعه بجانب سالب ثلاثة ألف هاي حطناهم في قوس مع بعض خمسة ألف زائد سالب ثلاثة ألف زائد لأنه عملية جمع عندي الحد الثاني اللي هو 2 با مع الحد الأخير اللي هو سالب 2 با حدين جبريين متشابهين نضعهما مع بعضهما الآن نقوم بعملية الجمع، 5 ألف زائد سالب ثلاثة ألف، حدين جبريين متشابهين يمكن جمعهما ويصبح الناتج 2 ألف، اتنين ألف زائد ب زائد سالب تلات... زائد سالب ب، الناتج عدده ومعكوسه طبعاً، 2 وسالب 2، الناتج صفر فيصبح الناتج النهائي ألف زائد صفر يساوي 2 ألف. المثال الثاني 4 س تكعيب 3 س 7 والمقدار الاخر 6 س تكعيب س 3 شوف مع بعض كيف بدنا نحل هذين او نجمع هذين المقدارين المقدار الاول 4 س تكعيب 3 س 7 زائد المقدار الثاني 6 س تكعيب س 3 اولا قبل ان نقوم بعمليه الجمع نقوم بجمع او نقوم بترتيب الحدود الجبرية المتشابهة الحد الجبري أربعة سين تكعيب الحد الذي يشبهه ستة سين تكعيب أربعة سين تكعيب زائد ستة سين تكعيب زائد شوف مع بعض الحد الثاني سالب ثلاثة سين مين اللي بيشبهه؟ اللي هو الحد سين فيصبح سالب ثلاثة سين زائد سين زائد لأنه كله عملية جمع عندي سبعة بيشبهها اللي هو العدد الصحيح سالب ثلاثة الآن ما دام أن وضعنا الحدود الجبرية المتشابهة بجانب بعضها نقوم بعملية الجمع ماذا نجمع؟ نجمع فقط المعاملات وتبقى المتغيرات كما هي أربعة سين تكعيب زائد ستة سين تكعيب عشرة سين تكعيب زائد سالب ثلاثة سين زائد سين طبعا عددين مختلفين في الإشارة نطرحهما ونأخذ إشارة الأكثر سالب اثنين س زائد 7 ناقص 3 الناتج يساوي 4 فيصبح المقدار 10 س تكعيب ناقص 2 س زائد 4. نأتي للهدف الثاني وهو طرح الحدود والمقادير الجبرية. كيف يمكن ان نطرح حدود ومقادير جبرية؟ عملية الطرح طبعا نفس طريقه عمليه الجمع ولكنها عمليه طرح عند طرح الحدود والمقادير الجبريه نطرح الحدود الجبريه المتشابهه نطرح الحدود الجبريه المتشابهه ايضا عند عند القيام بعمليه الطرح ماذا نطرح نطرح المعاملات فقط وتبقى المتغيرات كما هي اذا نفس طريقه عمليه الجمع ولكنها عمليه ماذا عمليه طرح تعالوا نتذكر مع بعض بعض الأمور الهامة في هذا الدرس أولا س ناقص ص يساوي عن عملية طرح. كيف كنا نقوم بعملية الطرح؟ نضع العدد الأول كما هو س ونحول عملية الطرح إلى عملية جمع ونعكس إشارة العدد الثاني يعني ص تصبح سالب ص شوف مثال عدده السؤال الأول سبعة ناقص تسعة سبعة كما هي الطرح يصبح عملية جمع ونحول أو نعكس إشارة العدد الثاني اللي هو 9، فتصبح سالب 9، فيصبح 7 زائد سالب 9، الناتج كم؟ سالب 2. مثال عدد آخر، 4 ناقص سالب 3. نحول عم... نضع العدد الأول كما هو 4. نحول عملية الطرح إلى عملية جمع، ونعكس إشارة العدد الثاني، يعني سالب 3 تصبح موجب 3. فيكون الناتج 4 زائد 3، يساوي 7. وأيضا نقطة أخرى يجب أن نكون أو نتذكرها في هذا الموضوع ما ماذا يعني ناتج طرح س من ص؟ تعني ص ناقص س، يعني إحنا لما يقول لي السؤال جد ناتج طرح مقدار من مقدار تعني أن تأتي بالمقدار الثاني في الأول ثم تأتي بالمقدار الأول. المثال الأول جد ناتج ما يلي طبعا الآن عملية طرح عندي السؤال الأول خمسة سين ناقص تسعة سين طبعا إحنا بنطرح مين؟ بنطرح المعاملات مين عند المعاملات؟ الخمسة والتسعة تعالوا نطرحهم مع بعض خمسة ناقص تسعة خمسة ناقص تسعة تعالوا نجيب مع بعض خمسة ناقص تسعة على هامش الصفحة خمسة ناقص تسعة يساوي خمسة نحول عملية الطرح إلى عملية جمع فتصبح 5 زائد سالب 9. عددين طبعا مختلفين في الاشاره نطرحهما وناخذ اشاره الاكثر فيصبح الناتج سالب 4. هذا بالنسبه للمعاملات سالب 4. طب المتغير يبقى كما هو يبقى كما هو يعني يصبح الناتج سالب 4 س سالب 4 س. شوف السؤال الثاني. سالب 12 ب تربيع ناقص السالب 4 ب تربيع. سالب 12 المعامل الأول وسالب أربعة المعامل الثاني بينهما عملية طرح تعالوا نجيب مع بعض هذه العملية على الهامش سالب 12 ناقص سالب 4 كم يكون الناتج؟ نحول عملية الطرح أولا إلى عملية جمع ونعكس إشارة العدد الثاني فيصبح الناتج سالب 12 زائد 4 يساوي سالب 8 فيكون ناتج طرح هذين الحدين سالب 8 تربيع يبقى المتغير كما هو بالأس الموضوع أعلى السؤال الثالث ناتج طرح خمسة لام من سالب سبعة لام كمان مرة خمسة لام بدي أطرحها من سالب سبعة لام مين حيكون المقدار اللي في الأول؟ طبعا حيكون سالب سبعة لام سالب سبعة لام ناقص خمسة لام نطرح الآن المعاملات سالب سبعة ناقص خمسة يساوي سالب سبعة زائد السالب خمسة ويساوي سالب اطناعش فيصبح الناتج سالب اطناعش لا سالب اطناعش لا مثال آخر ولكن عملية طرح لمقدارين جبريين ماذا يقول السؤال؟ جد ناتج ما يلي ثلاثة سين زائد سبعة صاد ناقص اتنين سين ناقص ص نركز جيداً في هذا السؤال او في مثل هذه الاسئله في عمليه طرح مقدارين جبريين، كيف نقوم بهذه العمليه؟ عند طرح مقدارين جبريين نحول عمليه الطرح الى عمليه جمع، اذا نحول عمليه الطرح الى ايه؟ الى عمليه جمع، المقدار الاول يبقى كما هو، لكن نحول عمليه الطرح الى عمليه جمع، ثم نعكس اشاره جميع حدود المقدار الثاني يلا نشوف مع بعض كيف 3 س زائد 7 ص، المقدار كما هو نزلته. زائد، هنحولنا عملية الطرح إلى إيه؟ إلى عملية جمع. الآن حولت الطرح لجمع، بعدها إيش حسوي؟ نحول أو نعكس إشارة حدود المقدار الثاني. المقدار الثاني 2 س كان موجب. إيش حيصير الآن؟ سالب 2 س. سالب ص، إيش حتصير؟ موجب ص. الآن أصبحت العملية قدامي عملية جمع. ماذا نفعل؟ كما كنا نفعل في عملية الجمع أولا نرتب هذه الحدود ثلاثة سين مين بيشبهها؟ سالب اثنين سين حطهم جنب بعض ثلاثة سين زائد سالب اثنين سين زائد سبعة صاد مين اللي بيشبهها؟ الموجب صاد بنحطهم بجانب بعض الآن نقوم بعملية الجمع ثلاثة سين زائد سالب اثنين سين الناتج يساوي سين سبعة صاد زائد صاد طبعا 7 ص زائد 1 ص، كم يكون الناتج؟ 8 ص، فيصبح الناتج الكلي س زائد 8 ص، س زائد 8 ص. بعد هذا المثال العددي، نشوف مع بعض كيف بدنا نوجد طرح هذا المقدار من هذا المقدار. إذاً نضع المقدار الثاني في الأول، 5 ع تربيع ناقص 1، ناقص المقدار الأول اللي هو 4 ع تربيع زائد 3. المقدار الأول كما هو خمسة عين تربيع ناقص واحد نحول عملية الطرح إلى عملية جمع والآن نعكس إشارة حدود المقدار الثاني فتصبح سالب أربعة عين تربيع والموجب ثلاثة تصبح سالب ثلاثة الآن نقوم كما كنا نفعل في عملية الجمع نضع الحدود الجبرية المتشابهة بجانب بعضها خمسة عين تربيع زائد سالب أربعة عين تربيع والسالب واحد مع السالب ثلاثة نقوم الآن بعملية الجمع خمسة عين تربيع زائد السالب أربعة عين تربيع الناتج هو واحد عين تربيع سالب واحد زائد سالب ثلاثة الناتج سالب أربعة فيصبح الجواب النهائي عين تربيع ناقص أربعة نأخذ الهدف الثالث وهو ضرب الحدود الجبرية كيف نضرب حدود جبريه عند القيام بعمليه ضرب حدود جبريه نقوم بضرب المعاملات نقوم بضرب المعاملات ونضع الناتج متبوعا بالمتغيرات فيهما كيف يعني شوف مع بعض المثال الاول جد حاصل ضرب ما يلي 3 س ضرب 5 ص نضرب المعاملات فقط 3 ضرب 5 15 وس ضرب ص س ص تصبح الناتج خمس 15 س ص السؤال الثاني سالب 5 ص تكعيب ضرب 4 س تربيع نضرب المعاملات سالب 5 ضرب موجب 4 يساوي سالب 20 وصاد تكعيب ضرب س تربيع يصبح الناتج النهائي سالب 20 ص تكعيب في س تربيع السؤال الثالث سالب 2 ع ضرب سالب سبعة لام سالب اثنين ضرب سالب سبعة موجب أربعة عشر هذا بالنسبة للمعاملات طب المتغيرات قلنا المتغيرات نضع هذا الناتج متبوعا بالمتغيرات كيف يعني عين في لام يعني عين لام فيصبح الناتج النهائي أربعة عشر عين لام مثال آخر جد حاصل ضرب ما يلي السؤال الأول أيضا في عملية الضرب ولكن هنا في هذا السؤال بيعطيني اساسات متشابهة. شوف مع بعض في السؤال الأول س تكعيب ضرب س تربيع يساوي المعاملات مين عندي؟ واحد ضرب واحد. معامل الحد الأول واحد، معامل الحد الثاني واحد. واحد ضرب واحد يساوي واحد. لكن هان نلاحظ إنه عند ضرب س تكعيب في س تربيع، هان عندي الأساسات متشابهة اللي هي السين والسين. في عندي ملاحظة مهمة جدا إنه عند ضرب الحدود الجبرية نضرب المعاملات ولكن نجمع أسس الأساسات المتشابهة نجمع الأسس تبعت مين اللي أساساتها متشابهة زي عندي هان سين تكعيب ضرب سين تربيع يصبح الناتج سين أس خمسة السؤال الثاني تسعة صاد ضرب خمسة صاد نضرب المعاملات تسعة في خمسة خمسة واربعين تمام طيب الآن صاد ضرب صاد أساسات متشابهة الاساس الاول اللي هو ص الاس تبعه 1 والاساس الثاني ايضا برضه الاس تبعه 1 1 زائد 1 كم 2 فيصبح الناتج 45 ص اس 2 يعني ص تربيع نشوف مثال اخر السؤال الثالث سالب 7 ل اس 4 م ضرب سالب 2 ل تربيع م اولا نضرب المعاملات سالب 7 ضرب سالب 2 يساوي موجب 14 ل اس 4 في ل تربيع اساسات متشابهه عند الضرب نقوم بجمع الأسس تصبح لام أس والميم ميم في ميم ميم تربيع السؤال الرابع سالب ثلاثة سين أس ستة ضرب اثنين سين تربيع ضرب سين عندنا هان حصل ضرب ثلاث حدود سالب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد الناتج سالب ستة طب تعالي نشوف مع بعض الآن المتغيرات سين أس في سين تربيع في سين كم الناتج؟ عندنا أساسات متشابهة كلها س نجمع الأسس ستة واثنين ثمانية زائد الواحد يساوي تسعة فيصبح الناتج النهائي سالب ستة س أس تسعة السؤال الخامس والأخير خمسة ص تربيع في عين ضرب اثنين ص أس خمسة ل عندنا خمسة ضرب اثنين هذه المعاملات يساوي عشرة ص تربيع في ص أس خمسة أساسات متشابهة ص أس سبعة طب العين ضرب اللام عين لام كما هي فيصبح الناتج النهائي عشرة صاد والسبعة عين لام أعزائي الطلاب في نهاية لقائنا لهذا اليوم نكون قد تعلمنا كيف نجمع ونطرح حدود ومقادير جبرية وأيضا تعلمنا كيف نقوم بعملية ضرب لحدود الجبرية وإلى لقاء آخر مع درس جديد من الوحدة السادسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته